السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم يختص بدراسة العلاقة بين قوى الحركة. في الدروس السابقة درسنا الحركة، درسنا وصف الحركة، والحركة ذكرنا أنها توصف من خلال المسافة المقطوعة، من خلال الزمن، من خلال التسارع، من خلال الإزاحة هكذا. لكن لم نعرف السبب الذي يجعل الجسم يتحرك بسرعة ثابتة، أو الذي يجعل الجسم يتحرك بتسارع، أو الذي يجعل الجسم في حالة سكون. اليوم سندرس الأسباب التي تجعل الجسم ساكنا أو متحركا بسرعة ثابتة أو متحركا بتسارع. وطبعا أي جسم في الكون لا يخرج عن ثلاث حالات: إما أن يكون في حالة اتزان، أو أن يتحرك بتسارع. اتزان يعني أن الجسم أن يكون ساكن أو يكون متحرك بسرعة ثابتة. الحالة الثانية اللي هي تسارع. ما العامل الأساسي الذي يحدد نوع الحركة؟ العامل الأساسي القوة. طيب، العامل الأساسي القوة. أولا نعرف العلاقة بين القوة والحركة. هل القوة هي الأساس في وجود الحركة، أو ما هو تأثير القوة على الحركة إذا لم يكن كذلك؟ نأخذ مثال. أفرض سيارة تتحرك بسرعة 100-120، أي سرعة V تساوي 120 كيلومتر على الساعة، أو وفجأة طفينا المحركات، هل تنعدم الحركة؟ ممتاز، تستمر السيارة في الحركة مع أننا طفينا قوة المحركات. طفينا المحركات يعني أبعدنا تأثير قوة المحركات، ولكن السيارة تستمر. وهذا دليل على أنه لا علاقة للقوة بالحركة، لا علاقة، يعني القوة ليست مسبب من أسباب الحركة. ولكن بعد فترة نجد أن السيارة سرعتها تبطئ وتبطئ وتبطئ إلى أن تسكن، يعني سرعتها في النهاية تساوي صفر. طيب لماذا سكنت؟ انعدمت القوة، واصلت في الحركة، ولكن وهذا دليل على أن القوة ليست من مسببات الحركة. ولكن وهنا في أمثلة كثيرة في الطبيعة، كثيرة تمر علينا إن شاء الله خلال دراستنا في الميكانيكا. طيب لماذا توقفت السيارة في النهاية؟ توقفت السيارة في النهاية لأن هنالك قوة مقاومة الاحتكاك، وهي قوة معاكسة للحركة. يعني إذا كان اتجاه الحركة لليمين، اتجاه قوة الاحتكاك بين الكفرات والأرض كانت معاكسة للحركة، وهذا أدى إلى إكساب الجسم تسارع سالب، مما أدى لإيقافها في النهاية. إذا ما هو أثر القوة على الحركة؟ أن القوة تؤثر في الحركة، تغير الحركة. القوة هي المؤثر الذي يغير من الحركة، يغير من صفات الحركة، ولكنها ليست المسبب للحركة. وطيب عندما طفينا المحركات، إذا لم قوة الاحتكاك سوري، إذا كان السيارة تتحرك على سطح زجاجي أملس ومطلي بالزيت، يعني تقريبا قوة الاحتكاك تؤول للصفر، ما الذي يحدث للسيارة؟ ستتحرك إلى ما لا نهاية. وهذا دليل على عدم ارتباط الحركة بالقوة، إلا في حالة واحدة فقط، هو تغيير الحركة. الأثر الوحيد للقوة على الحركة أنها تعمل على تغيير الحركة، ولكنها ليست العامل الأساسي في الحركة، يعني ممكن يكون جسم متحرك ومع أن القوة المؤثرة على تساوي صفر، وهذا سيمر علينا لاحقا إن شاء الله أثناء دراستنا. طيب نبدأ أولا بتعريف القوة. يعني لاحظ أن القوة عندها علاقة بالسرعة والتسارع فقط، لا علاقة لها بالحركة إلا في تغيير شكلها،
ولكن العلاقة المباشرة للقوة بالسرعة تأثيرها على السرعة والتسارع، وبالتالي نعرف القوة بأنها القوة المؤثرة هي المؤثر الذي يغير سرعة الجسم. متحركين في السيارة، المثال اللي قبل شوي 120 في النهاية سكنت أصبحت صفر، فالقوة هنا عملت إيش؟ عملت تغيير في السرعة. إذن القوة هي كل ما يسبب تغيرا في السرعة، وهناك عوامل أخرى يمكن أن تمر علينا لاحقا نشوف مؤثراتها، أو بمعنى آخر تكسبه تسارعا، تغيير السرعة والتسارع، بالتالي ممكن نقول تكسبه تسارعا. وعادة أي مفهوم له نتخذ له رمز للتسهيل والتبسيط. رمز القوة بالإنجليزي اسمها force، فنرمز للقوة بالرمز F. عند تعاملنا مع القوة عندنا مجموعة مفاهيم، من هذه المفاهيم مفهوم النظام ومفهوم المحيط الخارجي. ما هو النظام؟ النظام هو أي جسم تؤثر فيه القوة، هو الجسم أو مجموعة الأجسام، يعني ممكن يكون أكثر من جسم، الذي تؤثر فيه القوة، وحناخد أمثلة بعد شوي. طيب نجي لمفهوم ثاني اللي هو مفهوم المحيط الخارجي. كل ما يؤثر على الجسم يسمى المحيط الخارجي، كل ما يحيط بالجسم ويؤثر فيه بقوة. كل ما يحيط بالجسم ويؤثر فيه وبعد شوية حنشوف أمثلة نحدد فيها النظام ونحدد فيها المحيط الخارجي. يعني مثلا إذا أخذنا مثال بسيط، عندنا كتاب يؤثر عليه شخص ويدفعه بقوة، وين النظام وين المحيط؟ النظام هو الكتاب، وعندنا هنا اليد، الكتاب النظام، واليد التي تدفع الكتاب اسمها المحيط الخارجي. ده مثال مبسط، ولكن حناخد أمثلة زيادة وحنحدد وحندرس مهارة كيف نحدد النظام وكيف نحدد المحيط الخارجي. قوة التلامس أو التماس وقوة المجال. القوة تصنف إلى نوعين، القوة الأولى اسمها قوة تلامس، والقوة الثانية اسمها قوة المجال. قوة تلامس وقوة المجال. وجه الشبه أو المقارنة، وجه المقارنة. من ناحية التعريف، أولا نعرف ما هي قوة التلامس أو قوة التماس وما هي قوة المجال. قوة التلامس هي القوة التي تؤثر بملامسة الجسم، عندما يؤثر أو ممكن نعرفه بشكل مبسط أكثر، هي
القوة التي يؤثر بها المحيط الخارجي على النظام أو على جسم، ما في داعي ندخل على جسم، بملامسته مباشرة. يعني المثال هنا اليد مع الكتاب، هنا اليد تلامس الكتاب، وبالتالي تكون هذه القوة قوة تلامس. قوة المجال هي القوة التي تؤثر على الجسم بدون تلامس، هي القوة التي تؤثر على الجسم دون ملامسته. ولدينا أمثلة كثيرة في الطبيعة عن الأمثلة، أمثلة كثيرة. يد تؤثر على الكتاب، دفع يد لكتاب، أو حبل يشد كتلة، والأمثلة كثيرة في هذا المجال. النوع الثاني اللي هي قوة المجال، قوة المجال هي القوة التي تؤثر على الجسم دون ملامسته. يعني إذا رفعنا جسم القلم مثلا، هذا القلم رفعناه عن الأرضية وتركناه حرا، سيتحرك تجاه سطح الأرض. في هذه الحالة الأرض أثرت على القلم دون أن تلامسه. مثال ثاني، الشحنة الكهربية، إذا وضعنا شحنتين كهربيتين علقناهم في بحامل في الهواء، نلاحظ أن الشحنتان تنجذبان دون أن يكون بينهما تلامس. المغناطيسات، جبنا مغناطيس ومغناطيس وضعناه بينهم مسافة، نلاحظ أن المغناطيس الأول يجذب الثاني دون أن يحدث تلامس. وقوى المجال هي ثلاثة: المجال الجاذبية الأرضية، والمجال المغناطيسي، والمجال الكهربي. ثلاثة: قوة المغناطيسية، القوة الكهربية بين الشحنات، قوة الجاذبية. طبعا في أي كوكب، ولكن نحن نأخذ مثال عندنا الجاذبية الأرضية أو أي جسمين، يعني قوة الجاذبية الأرضية هذه كم. بالنسبة لمخططات الجسم الحر، نحن درسنا سابقا القوة، عرفنا كيف إذا كان عندنا أكثر من قوة تؤثر على جسم أن نعمل نقوم بعملية جمع المتجهات ونوجد المحصلة، ولا نستطيع أن نوجد المحصلة ما لم يكون الاتجاهات معروفة لدينا تماما. ولهذا نلجأ دائما في حل المسائل لاستخدام مخططات الجسم الحر. ومخطط الجسم الحر هو نموذج فيزيائي، نموذج فيزيائي يمثل القوة المؤثرة في الجسم. ولدينا في الكتاب الشكل 2-4 فيه نموذجين لمخطط جسم حر. أولا كرة معلقة بخيط، المطلوب تحديد أو رسم الجسم الحر لها، هذه الكرة. ثم نرسم الخيط، والخيط معلق على سقف،
خيط معلق على سقف معلق على سقف طيب نحدد اولا وين النظام. النظام قلنا هو الجسم الذي تؤثر عليه القوة. النظام هو الجسم الذي تؤثر عليه القوة، وفي هذه الحالة هو الكرة. الكرة هي النظام. طيب ما هي القوة المؤثرة عليها، وما هي مسببات هذه القوة أو المحيط الخارجي المؤثر عليها؟ القوة نغير اللون، هنالك قوتان ما دام الكرة متزنة، يعني أن هناك قوتان متساويتان بما أنها متعاكستان في الاتجاه، محصلتهم صفر. القوة أعلى هي قوة الشد في الخيط، قوة الشد في الخيط، هذه القوة الأولى مؤثرة إلى أعلى، وقوة أخرى تساويها وتعاكسها في الاتجاه، وبالتالي تمثلهم بنفس طول المتجه، وهي قوة الوزن FG، قوة الوزن، ما في قوة أخرى غير القوتان. طيب المحيط الخارجي، المحيط الخارجي واحد الأرض اللي تأثر عليها بقوة الجاذبية الأرضية، هي مصدر قوة الجاذبية، واثنين المحيط الخارجي الثاني اللي هو الخيط، والقوتان متساويتان FT تساوي FG. ده بالنسبة للنموذج، أو هذا بالنسبة للنموذج الأول. بالنسبة للنموذج الثاني، بالنسبة للنموذج الثاني اللي هو كرة محمولة على يد، كرة محمولة على يد، القوة المؤثرة عليها أولا نرسم المحيط الخارجي في هذه الحالة واليد. طيب أين القوة المؤثرة على الكرة؟ القوة المؤثرة على الكرة واحد القوة العمودية التي يؤثر بها سطح اليد على الكرة، اللي يسميها FN، القوة العمودية. وما دام الكرة متزنة إذن هنالك قوة أخرى تساويها وتعاكسها في الاتجاه، وبالتالي نمثلها بخط رأسي مساوي للمتجه الأول في الطول، لأن القوتان متساويتان، وهذه القوة قوة الجاذبية الأرضية اللي هي قوة الوزن. قوة الوزن. طيب وين النظام؟ النظام هو الكرة. الكرة النظام. المحيط الخارجي، المحيط الخارجي اللي هي مصدر القوة اليد، اثنين اليد هي مصدر القوة العمودية، والأرض مصدر قوة الجاذبية الأرضية.